الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال في المثال السابع عشر: الحجر على المرء المستقل في تصرفه مع في منافع نفسه مفسدة، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن. نعم. فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها إلى آخره. وقوله كذلك في المثال التاسع عشر: وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحتين، إلى أن قال: لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز على القول المختار. ما زلنا مع مقاصد الشريعة، وما زلنا مع عيوب مقاصد الشريعة، وهذه لا يتكلم فيها إلا من تضل عليه. لذلك يعني أنا قلت لكم جاءني نبأ من تونس، ما أنا هموت من كل طرف، وحتى الذي يناقشني أتعبني جدا لأنه متأثر بكلام الناس ويقول الواقع العلماء يعلمون العلم النظري لا يجعلون واقعا على الأرض. هذه مصيبة كبرى نحن نعيش فيها من زمن بعيد. أيضا كان أخ معي الحمد لله بعد ذلك اعتدل فكره وطلب العلم معي، والآن هو يدرس القاعدة الفقهية والنصوص والحديث. نفس الأمر قال لي هؤلاء العلماء أقصى ما يقال فيهم علماء نظر، يحفظون المتون ويتفقهون فيها ولا يطبقون شيئا فيها في الواقع بحال من الأحوال. هذه مصيبة، وهذا الوازع من داخل القلب التنقيص من أقدار العلماء من أجل أنهم يخالفون هواهم وما يتبنون. وهؤلاء القوم لا نشكك في النوايا، نحن لا نشكك، لسنا ممن يراقب النوايا، النوايا على الله جل في علاه، لا نشكك في النوايا، لكن هم قوم أغلق عليهم العلم ولهم صدق في طلب النصرة لهذا الدين، لكن لم يسلكوا الطريق الصحيح، وهذا أيضا فيه بعض هوى، والهوى مهلك هلاك. والحديث وإن كان السند فيه ضعيف لكن معنى صحيح، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمسألة عيون مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا من تضل على العلم. أين هم من مقاصد الشريعة؟ وعلماؤنا لا يتكلمون بالكلمة، هم يعلمون المقاصد حقا في هذا الباب، هل ثمرت الثمرة المرجوة المقاصدية يعني تكون بهذا الفعل أو لا تكون بهذا الفعل، وفتواهم ترتكز على ذلك، وهم ليسوا ببعد أو ببعيد عن أهل العلم وعن أيضا الواقع. هذا كله لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا من الجهل الذين لا يعلمون من الشرع شيئا، ولا أيضا يكون إلا من أصحاب الوجهات الذين يريدون السلطان وأرادوا بعلم الآخرة الدنيا، لكن الذين أرادوا الآخرة هم الذين يرجع إليهم، هم الأصل الأساس في ذلك. وسترى سنبين لك هؤلاء المجموعة التي خرجت على الناس وقالوا: أنتم الخانعون. يقول: ما زالوا خانعين، ما زالوا خاضعين، ينبطحون أرضا لولاة الأمور، هم عملاء، هم هذا المحفوظ عندهم، وما في عالم عندهم إلا الذي يسجن، هذا يكون عالما لأنه هو الذي سيتكلم بكلمة الحق والباقي لا يتكلمون بكلمة الحق. أضعوا العلماء الأمة بأسرية، ثم قالوا: أنتم لا تعيشون في أرض الواقع. طب تعال في الواقع الآن، يعطوني بساحة وغى واحدة هم قد انتصروا فيها ورفعوا راية الإسلام، يعطوني ساحة وغى واحدة رفعت فيها الراية الحق، راية الإسلام لتوحيد الرحمن، طيب، وانتصر فيها الدين. حتى سوريا التي يجوز فيها الخروج على الكافر ابن الكافر أصلا فيها ما فيها من العتب والضياع. لما؟ لأنهم أصحاب أهواء، ما فيش راية مستقيمة صحيحة يمكن أن أنزل تحتها الذي يريد أن يبذل مهجة والله جل في علاه في هذا الباب. وش الحدث؟ وش الحدث في سوريا والآن؟ شوف إخواننا في سوريا وش الحدث فيه؟ وتشرذم ما يعلم به الله جل في علاه. ثم طائفة تكفر طائفة، طائفة يقول لك أنا الأمير كله يبايع. يا سيادة الأمير، يعني أمك كتبت قبل أسبوع مولدك هذا خليفة المسلمين الذي قد رأيت فيه نورا قد انبثق من بطني فانتشر على الإسلام ففتحت له الفتوحات. من أمرك أنت ومن أنت لتكون أميرا للمؤمنين أو خليفة على المسلمين؟ ثم بعد ذلك يقول: من لم يبايعه فهو كافر ابن كافر. من لم يبايعه، هؤلاء هم القوم الذين قد طغى الجهل عليهم بهذا الباب. وأيضا سنقول: إخواننا بغوا علينا،
ونتمنى من الله له الرجوع لحظيرة العلم وأيضا للخط المستقيم لنصرة الدين. وطائفة أخرى يقولون في هذا الباب هو على الكيبورد: أنتم ساكتون، أنتم خاضعون، أنتم خانعون، أنتم هو شغال على البيانو دوري ميفا سلطي، هو ده شغال فيه من خلف ده شغال على البيانو، وهؤلاء الخانعون وانت فين والمكيف فين شغال معه طبعا جالس على الحاج والنسكافيه جالس طبعا ممكن تلاقيه بالتيشيرت الاصفر الليموني فاهم حضرتك ولابس الكاب معاه وحاطط القلم اللي هو بتاعه وشغال والخانعون والخادعون وبعد كده ابتزال وسب واستهزاء وانتقاص. ماذا فعلت للامه؟ ماذا فعلت للدين؟ كيف نصرت الامه؟ ائتونا بما عندكم. نريد ان نرى كيف انتم بقى اسد الغاب، انتم الحمزاويون، انتم يعني علي بن ابي طالب، انتم الذوالفقار، ممتاز. ارونا كيف نصرتم الاسلام، كيف انتصر الاسلام في هذا الباب. ما عندهم اصلا فهم ولا دقه فهم في مساله عيون مقاصد الشريعه. وين مقاصد الشريعه المحققه في هذا الباب؟ وين مكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل قال له: يا محمد اعدل، انها قسمه لا يراد بها وجه الله. اهو شوف، اول شيء انتقاص من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الامر الثاني انه يشكك في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويشكك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من ضد هذا الرجال. يقرؤون القران لا يبلغ حناجرهم، هؤلاء الكيبورد، لما ما بيقرؤوش القران دلوقتي شغالين دوري مي فازولاتي، هو ده اللي عايشين فيه. فقط في هذا الباب وراء الكيبورد وبيفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وعمر بن الخطاب يقول: دعني اضرب عمر بن الخطاب المرافق، يقول: لا لا، عيون مقاصد الشريعه لا تحكم، ده في المدينه وتاسست الدوله، في المدينه واسست الدوله ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي بن سلول المنافق الاكبر الاعظم الذي ظهر نفاق قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها. صحيح قال ولا ما قال؟ حتى قام ابنه، شوف هنا الولاء والبراء، قال: يا رسول الله، قد علمت المدينه انني ابر الناس بأمن، لا تأمر أحد. هو علم أن الرجل استحق القتل بما قال، قال له: لا تأمر أحد أن يقتله، فأراه فتأخذني الحمية فأقتله بقتل به، فأكون قتلت مسلما لقتل كافر، أو كما قال: أنا أقتله يا رسول الله. يبقى أنا مش أقتل مسلم من أجلي، أنا اللي أقتل، يعني اجعلني أنا اللي أقتل أبي. ثم ضرب أروع الأمثلة في الولاء والبراء، وقف على باب المدينة، قال: والذي نفسي بيدي، وشهر السيف على أبيه، لن تدخل المدينة. شوف هنا، هو ده الديانة، هي دي الديانة، ده حب الدين، هو ده نصر الدين. إنما اللي أنتم تفعلوه وتسبوا وتعملوا وتطلع امرأة حتى تقشير البصر لا تتقنه، وتقول الألباني كذا، والله العظيم. وبعدين ده أنا مش عايز أقول اسماء، أنا خلاص مش مهم، وطلعت تتكلم بكل جرأة، عبيطة ومروحة. هي دي عبيطة ومروحة، واللي داخلين عليها بيعلقوا أعبط منها. ها؟ لا اقسم بالله ده حدث، انا قلبي بيحترق. شوف يا جنون والله، عشان كده الامه غرقانه ولسه هتغرق، لسه في ضيق اصلا، والله ورب العزه ان لم يستفيقوا الضيق اشد من ذلك. ورب العزه انا قلتها في لحظه، قلت كل هذا لا يجوز، والامر هذا فيه شر مستطير، وفيه امور طبعا اصلا يعني دعوت ربي في امر، قلت له: الامر عندك في مساله انت لا تتركها، احنا ما نستطيع نفعل لها شيئا غير انها لا تضيع عندك. وقلت: بسبب هذا الامر اقسم بالله عصا التضييق لن ترفع، وهيحصل، والتضييق ثاني هيحصل، وخساره اخرى هتحصل، طول ما في الامه امثال هؤلاء مشوهون نفسيا. فياتي رجل يعلن عن الولاء والبراء حقا، فيقف على باب المدينة والعبد بن أبي بن سلول، فيقول له: إيش؟ والذي نفسي بيدي، لن تدخل المدينة إلا بإذن رسول الله، فإنه الأعز وأنت الأذل، والله ما دخل إلا بعدما أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الله أكبر، الله أكبر على الولاء والبراء. قال له: بر أباك. شوف بقى هنا، شوف، بص انا ساقول لكم، افهموا، انا قلت لكم عيشوا مع فقه التعامل مع الله. الرجل: ارايتم كيف ارضاه الله جل وعلا؟ جاء النبي فالبسه حقه لابيه وصلى عليه امامه. انا اقول من الحكم العظيمه لعلها شكر الله لموقف عبد الله بن ابي بن سلول.
عندما قال له إنه الأعز وأنت الأذل لن تدخل حتى يأذن لك. عيون مقاصد الشريعة، عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب. وهذا مسألة لابد أن نفهمها جيدا، أن من تضل على العلم هو الذي ينظر ويعلم متى الإقدام ومتى الإحجاب. عن ترى، وقلت أكثر من مرة، عن ترى. والله يا إسلام، والله يا عصام، قال كلمة طيبة، قال قلة العلماء مولانا هي من تجعل خدميش تعبة الله، وده صحيح. عنترة كان يقول لست أجعل الناس لكني أعرف مواطن الإقدام فأتقدم، وأعرف مواطن الإحجام فإيش فأهدف. هي هذه في هذا الباب. لذلك عيون مقاصد الشريعة هنا من الأهمية بمكان، كما قلت علم عزيز لابد للمتقن هو الذي يتكلم فيه. أما مسألة الشتائم ما كله بيشتم بشكل، المسألة سهلة في هذا الباب، لكن من تراه مؤصلا علميا لا ترى ذلك، وحتى تراه بعد ذلك يأتي يقول لك لأنه بيعمل إيه دوري بيه في رسول الله، يطلع طالع قال الدبوسي قال ابن سلسوني قال الطرسوسي قال السرخاسي، فاهم؟ وعمال بقى يجمع يجمع يجمع، حتى لو واحد فيهم قال فزرت امي امس فوجدتها كانت تحتاج، فانا هو كاتب وزرت وهي امه ماتت من 5 سنين، لان هو عامل ايه؟ ناقد، نقل قص ولصق ويضعها ومش فاهم شيء، مش فاهم شيء، بس المهم هو يريد يضحك على الاغمار انه عالم. يقول لك انا في اخ لابس شورت بس فقط، طيب وصوره على النت بقى الاخوه قالوا له يعني لو استطرت والادب، قال له فعلت ذلك لياتيني احمق مثلك يراجعني فيها. طيب احمق مثلك، وبعدين ام داخل اخذ درس كان لنا للقواعد الفقهيه مش فاهم وقت ايه، اما اخذ وقال افهم تفصيل المساله وبعت له بقى والقاعده الاولى والقاعده الثانيه، طبعا اي واحد مغفل بيقرا ايه، والبند الثالث من القاعده 25 من الباء من السؤال 49 من الاصل الاصيل في العلم اللولبي السادس عشر، كل واحد بقى يقرا ايه ده؟ ده العلم اللولبي ايه ده؟ دي القاعده 39 ايه ده؟ ده الفرع ال 55 يا الله. الناس كلها يقول لك ايه ده؟ انا رزقنا ببحر، ده بحر بيرد على كل الناس. ها؟ فبس تقول بقى هو ده العالم، هو ده العالم. ومن اللي يخش على كتب الجرح والتعديل يحفظ 3 كلمات، انه لا يساوي فلسه. ولو كان ويوم جاي بقى داخل مسمع ال3 كلمات على كل احد، وجيت جاب له شيخه اللي كان شيخه يبقى في كون هو مش فاهمها، فيقول له ابو فلان يقول لك ولا يساوي فلسه. فيجي بقى احنا نقول له ده شيخك يقول انا كان التلفزيون انا ملبوس، انا ملبوس لابد من الرقيه، وهيرجع تاني بعد ذلك. هذا اللي احنا عايشين فيه اهو، هذا الزمان اللي يبكي عليه. انت تحسبون ان احنا نمزح؟ يعلم الله ما انا فيه، يعلم الله ما الامه فيه، ولن نستفيد. وانتم تقولون كيف تمكن الناس منه؟ كيف تمكن منا من ليس منا؟ تحسبون الامر هين عند الله؟ ان الله كشف لنا معادننا اولا، كشف لنا معادننا وكشفنا كشف بعضنا امام بعض، لتعلم قدر ما انت فيه وقدر ما هم فيه وقدر ما الامه فيه. فلذلك اتقن اعداؤنا اننا لا شك، فصالوا وجالوا وكهربوا الناس جميعا، وبالصوت ياخذون بالصوت لجر القطيع، لجر القطيع، وتأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرت، وإذا افترقنا تكسرت آحاد. لكن أراد الله أن يكشف لنا ما خفي علينا. أنا من سنين قريبة كنت بقول للشيخ الخلافة على الفور، وإن الإسلام قد تمكن وانتشر، قلت خلي وضع بوبي ويبكي انتشر ما فيها هزة أرضية واحدة. أراد الله تعالى أن ينقذنا من الأحلام ليست وردية، والله ليست وردية. وقد قلت قبل ذلك نحن لا نلوم على القدر، أعوذ بالله، ولا نتسقط على القدر، لكننا أيضا فقهاء، فنقول يا إخوتي الكرام تخلفت النتيجة، فاعلم يقينا أن المقدمة غير موجودة. تخلفت النتيجة، فاعلم يقينا أن المقدمة غير موجودة. إن تنصروا الله لم ينصركم، النتيجة. هاتوا المقدمة بسرعة، أنتم لم تنصروا الله. لم ينصركم، اطلع المقدمة افهم، لم تنصروا الله. والإشكال، كل الإشكال هو أنه يمكن أن يستبدلنا، نحن على وشك من الاستبداد، نحن على وشك من الاستبداد. لذلك مهما أثقلتني ذنوبي
مهما 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 تجاوزت واعتليت في هذه السيئات والخطايا، فأقول العمل الذي بيني وبين ربي لا أمس، لا أتي بجانبي، يبقى العمل الذي بيني وبين ربي، وبعد ذلك أنا مع شخصي وبشريتي، خلاص بقى بشريتي سيعاملني ربي ببشريتي، سيعاملني ربي ببشريتي، وأقول يا ربي أسأت واستطلت وتجاوزت ولم تأرحم الراحمين، فالله يقول عبدي عبدي متى أتيتني قبل، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني تم إن أتيتني إن تقربت إليها شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إليها ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هروة. قال يا ابن آدم مهما بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا بيني وبين ربي، بشريتي سأتصرف فيها بيني وبين ربي، لكن ما يلزمني في العمل ربي لا يمسه أحد، لا يمسه أحد ولا يمكن التقاعس عنه، ولو قتلت وقطعت لا لا آتي بجانب ما بيني وبين ربي، ولكن العمل الذي بيني وبين ربي، ولكن كبشرية متعبد لربي هذا بيني وبين ربي يكون ما يكون. وأنا أعلم أن الله قد كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. الإكراه مسألة عظيمة جدا في مسألة عيون مقاصد الشريعة، الوقوع في الشريعة بالإكراه تقدم على إزهاق النفس الموحدة. شوف المسألة بس في الشريعة، يعني يقع في الشريعة يتكلم عنها استهزاء أو يقدح فيها، الوقوع في الشريعة يتقدم على إزهاق النفس الموحدة المؤمنة من باب المصلحة الكبرى. الموحد هو أعظم من وطئ التراب والدنيا خلقت له، فلو أكره على الوقوع في الدين في الشريعة يقع وقلبه مطمئن بالإيمان، والشريعة ضمنت له هذه المصلحة بدرء مفسدة إزهاق الروح المؤمنة الموحدة. وأصلها وأسسها أساسها عمار جاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أكرهوني على الكلام فيك، فقال له نبي شو النبي هنا بقى العالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وجدت قلبك، قال وجدته مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعط. طبعا هذا نحن لا نبحث عن الأكمل، نبحث عن إيش الجواز في هذا الباب، وإلا الأكمل ما فعله بلال، وقال لو هناك كلمة أغير لكم من أحد أحد لا لقلته أحد أحد، لكن عمار تكلم في النبي ثم قال النبي كيف وجدت قلبك، قال وجدته مطمئن بالإيمان. التعريض بالمداراة للظالم أو الطاغي أو المنافق مصلحة تحصل لدرء مفسدة إزهاق الروح أو الضرر البدني الحسي أو المعنوي عليه. رسله علي بن المديني واحد بن معين حملهم المأمون، وهو أظلم خلق الله في البدعة، وهو الذي نشر بدعة خلق القرآن، فقال يا ابن معين التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة، ويقصد إيه؟ أصابعه هذه مخلوقة، هو بيسمي الأصابع، فهو يقول هذه مخلوقة، فهو عم عليه بمثل هذا وخرج من بلاء. فيحيى بن معين يقول له ألا ترى جسدي يا أحمد لو ضربت صوتا واحدا لمت، يعني هيجلدني أنت جمدة، سلسلوه وجلدوه أحمد. يحيى بن معين يقول له لو جلدة واحدة أموت، فلابد أدفع عن نفسي هذه المفسدة والشرع معه، لكن لما أحمد هجرهما لما؟ تعال بقى في العصر اللي احنا فيه عشان تكون ننتصر، عمال اقول لك ولابسين الخانعين لابسين الثوب الصغاري، الخانعين المنبطحين، علماء العملاء، وسب في العلماء وطعن في دينهم وفي ديانتهم، وماذا تقول انت؟ او ابن معين قال بذلك، وابن المديني قال له صوتا واحدا اموت فيها، صوتا واحدا منه اموت فيها، وهو سلسل البويتي مات في حديدي، والتاريخ ظلمه، التاريخ ما ذكر ذلك. البويتي الإمام اللي هو صاحب كرسي الشافعي بعد موت الشافعي أخذوه في محنة خلق القرآن، وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، سجنوه
والعجب العجاب كان مسلسلا ويسمع أذان الجمعة يمشي يمشي إلى آخر ردة السجن إلى بوابة السجن. فأقول له السجان إلى أين تذهب يا إمام رحمك الله؟ يقول ألبي نداء ربي. الرجل يقول أنا بارع صحتي أمامك، ألبي نداء ربي، عايز أروح أصلي الجمعة. فيقول له ارجع رحمك الله، أصلي الجمعة فين؟ وطبعا يقول له أنا عبد مأمور على ما يحدث. فقال له أصلي الجمعة، يقول ارجع رحمك الله، حتى مات في حديده في هذا الباب. فالحاصل فالحاصل الفتنة عمياء، ومع ذلك يعتذر لأمثال هؤلاء العلماء. فإذا العلماء رضي الله عنهم، أحمد تكلم على هجر أحمد لما هجرهم لما أحمد قال إن الإكراه ما كان متكاملا عليه، وفرق بين الكاره والمكره. ليه؟ لأن يحيى بن معين لما استدار عنه أحمد قال له يا إمام عمار يا إمام، عمار اتكلم في النبي، عمار يا إمام. فالإمام أحمد رد عليه برد عجيب جدا، وش قال؟ أين المسيس؟ أين الصوت الذي وقع على جسدك؟ قلت أنت بس بيقولوا لك، قلت لهم إيدي التوراة والإنجيل منتهى. أين المسيس؟ حتى لو هينفذ، بس هو بيقول له لابد أن تتحكم، الوصف يكون منطبق. أحمد بيرد عليه فكريا، وإحنا مش بصدد الراجح من المرجوع، إحنا بصدد بنقول لما أحمد فعل ذلك؟ قال أين المسيس؟ أين الضرب على الجلد؟ أين المسيس؟ فإذا هذه أيضا عيوب مقاصد الشريعة، والآن هذه عيوب مقاصد الشريعة. لما قام الإمام الشافعي لما سلسل وحمل إلى هارون الرشيد على حب أهل البيت، وهم قال له إن أنت أصلا يعني تكون رافضي في حب أهل البيت يعني في هذا الباب، ووقف مثلا أمام هارون الرشيد، ما تكلم هارون الرشيد في أي شيء فعله، ولا الأخطاء التي وقع فيها الرشيد، ولا الظلم الذي وقع، هو وقع لما وقع، وقع في المظالم ويعرفها الشفع ولم يتكلم فيها. وهذا سيأتي سأبين ذلك حتى يكون الأمر بالحجة، تبرأ صحتي أمام ربي، بعد ذلك يفعلون ما يفعلون. ما كان الله دام اتصل، وما كان الله انقطع وانفصل، وما كان الله يبقى، ما كان الله يبقى، العلم يحكم، العلم يحكم، لا شيء يحكم غير إتقان الفقه. من ذلك أيضا كل هذا في الإكراه، أنا بتكلم كل هذا في الإكراه، وهذه منطقة من الأهمية بمكان في عيون مقاصد الشريعة. الطلاق، إما الطلاق وإما السكين، وهذا كثير في واقعنا. يعني أكثر من واحد قال لي أخذوه وعالوا به في غرفة ووضعوه بجانب النافذة، ومعهم أيضا سكاكين. أنا بتكلم عن واقع الآن، بتكلم عن واقع. جاني سؤالا، تطلق الآن، تطلق وإلا إيه؟ الصعود إلى الهوية، أنا جعلت تشم هواء عالي جدا، هترفرف، هما كانوا بالجناح هترفرف. فالرجل أنا قلت له رفرفت؟ قال لي رفرف فين بس، أنا أعطيت كل ما يريدين وفوق ما لا يريدون. قلت لهم طالق بال 33 مش طالق بال 3، دي بقى مش بقينا كبرى، ده أنا ما أعرفش أصلا اتولدت إمتى، يا مين دي أصلا؟ يا مين؟ وزبطه انتهى بريق السيوف ورفرفة الأجنحة. فالرجل كل ما يبص وراه يعرف اللي هيحصل، الهوى هوايا. طيب ما قال لها طالق طالق طالق. طبعا أنا ذهبت إليه قلت له ارجع فهي امرأتك فخذها. قال لي أنقل عنك أنك قلت لها قلت ذلك له؟ قلت له أنا مرفرف من زمان. قلت له لا عليك، قل لهم أنا قلت ذلك، وقل لهم أنا مرفرف من زمان، ما في مشاكل. هذا هو هذا الإكرام. خد بقى على الكيبورد أصحاب إيه؟ أصحاب الجهاد الكيبوردي اللي وراء هذا الباب، انظر إلى هذا الباب. لا يجوز الخروج على الكافر. شوف بقى الخروج على هؤلاء الأمور اللي عمالين صيحات للنهار عشان يفسدوا الأمة بأسباب. لا يجوز الخروج على الكافر الذي تسلط على المسلمين إلا مع وجود القدرة. لذلك قلنا وهذا نوع إكراه قبول الكافر درءا لمفسدة استباحة البيضة. كافر متمكن له قوة عجيبة قد يستبيح البيضة بأسرها، فهذا لا يجوز الخروج عليه مع أنه يجب الخروج على الكافر. قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا. والحديث وان كان في ضعف لكن المعنى صحيح، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وايضا من ذلك بعيدا نقول بانه مع وجوب الخروج فهنا بكراهية الوضع، بإكراه الوضع مع خوف مفسدة استباحة البيضة لا يخرج عليه. وهذا مثل ما قال الشافعي، يجوز لإعطاء الكافر الجزية إن غلب على الظن أنه سيستبيح بيضة المسلمين. تيجي بقى تقول لي والخانعين والخادعين ولا بسي ثوب الصغار، استرصار جاهل ما يريد إلا الإفساد، وإن صحت نيته لابد يتعلم. ارجع للراسخين يا أخي، ما تتكلمش عن الدين، بيتكلم وسبت وتركتم الارض للكافر. يا عم خلي الكافر ياخد كل الاراضي، واحنا هنأجر منه جزئيه بسيطه نعيش فيها نوحد الله، بس المهم نعلو بديننا، المهم نرفع رايه اسلامنا، المهم نعبد العباد لرب العباد. يبقى الشافعي من الخانعين يقول يجوز تعطي الكافر الجزيه من خشيه استباحه الميه. يا أخي النبي فعل ذلك، بقى شوف سيب الشافعي على جنب. النبي ماذا قال لمعاذ عندما كانت غزوة الأحزاب والإحاطة المحكمة؟ طيب واليهود بتاخده، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ سعد بن معاذ، بس هو قال سعد بن معاذ ما قال له يا رسول الله والله ما في جاهلية أعطيناهم ما هذا، كيف نعطيهم معدن؟ قال أنا أرى أن تعطيهم شطر التمر، شطر المحصول تعطيه لليهود، أو بيعطيه اليهود، هذا اسمه إيه؟ طبعا عشان ده النبي مش هقدر اقول الكلام اللي هو بيقولوه، لو عالم قال بذلك يبقى ده خنوع، يبقى ده خضوع، يبقى هذا ايش؟ هذا فقه يا اغبياء، هذا فقه، لانكم اصحاب هوى. ولو كنتم ديانة حقا تدافعون عن الدين ضعوا الشيء في موضعه. النبي قال له ذلك لولا الصمود الاكمل. طبعا النبي لما يقول بذلك بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا تعريضا ولا بيقولوا تشريعا؟ يعني ده تشريع مش تشريع، تشريع لكن صبروا بالضبط كعمار وبلال، كان الإجزاء والكمال والأكل. بلال قال لا أحد ولا أحد، ما فيش رخصة، مش واخد ما أحد لانه شرعا بل مدح شرعا، صح ولا لا؟ لكن نحن نقول بأنه هذا معناه يعني أنا ها؟ أنا أقول ما له يا شيخ، له شرع معه، وعمار تكلم لام النبي قال إن عادوا فا أو قال تشريعا نعطيهم شاطر التمر، قال لا والله ما كان هذا بجاهلية، أو يكون بعد العز بالإسلام؟ لا والله ولا تمر. لكن عرض النبي ولا ما عرض؟ ها؟ عرض ولا ما عرض؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه مسألة لابد أن نفهمها جيدا. أيضا من باب الإكراه في هذا الباب ومصالح الشريعة، السمع والطاعة، تقديم السمع والطاعة لولي ظالم طاغي لم يتوفر فيه شروط الإمامة ولا الولاية على الخروج عليه ومغالبته. من عنده علم يراجع، هو ده بيتكلم فيه، هذه علم قصد الشريعة التي تحكم ذلك وكل الأدلة على هذا. الظالم الطاغي ماذا يفعل؟ يأخذ مالك، يضرب ظهرك، يمكن أن يكون هناك انتهاك أعراض، ولا ما بيحدث؟ بيحدث، بيحدث طغيان، بيحدث ظلم عام، بيحدث. هنا الآن درء الظلم، الظلم أصلا لا يقبل به أحد، الظلم قهر. ما كان النبي يستعيذ من قهر الرجال؟ أجيبه، كان يستعيذ من قهر الرجال ولا ما كان يستعيذ؟ كان يستعيذ من قهر الرجال. يعني المسألة مش مسألة الظلم فقط، ده اعتصار القلب بقهر الرجال. رجل يرى أنه مكتف يموت خلاص مش مستطيع، لكن هنا يغلب الشرع. طيب ظلم وطغى وبغى، السمع والطاعة له أحق من الخروج عنه، وأحق ليست على بابها، يعني ليس من الحق الخروج، لا يجوز الخروج. تعال 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 أصحاب الكيبورد، هيأوا أنفسكم، أنا لا أتكلم من عندي نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، وقال سلم من ضمنها في الروايات يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. طبعا هي مصيبة كبرى، هو نشروا البدعة ونصروها وبيقمعوا السنة وأهل السنة وبيحاربوا أهل السنة، أو حرب على أهل السنة، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. مش قال الصحابة أفلا ننبذهم بالسيف؟ نخرج بعد أفلا ننبذهم بالسيف؟
مش قانون. وشوف بقى طلعوا ونزلوا ومش فاهمين شيء، مش فاهمين شيء، ما يعرفون عن الدين شيئا، ودي مشكلة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا ولا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا ولا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك قال: وإن تأمر عليكم عبد قف عند عبد الحبشي. العبد الحبشي هل هو توفرت فيه شروط الولاية؟ العبد الحبشي سيد سيد، لو انتم قلتم بالانتخابات، لان الانتخابات دي غلبة، ما انا لا اعترف بيها، لا قلتم بالانتخابات، في حتى هينتخب العبد الحبشي؟ وما هم هو عنده قطيع من الغنم عايز يشغله معاه؟ ها؟ يبقى اذا والعبد الحبشي ماذا حدث معه؟ تغلب وعنده شوكه وقوه وتغلب. ماذا عليه بقى هنا؟ راجل ما فيهوش ولا شرط واحد متوفر. وطبعا لو عبد حبشي عشان تعرف تصرفاته هيتصرف مع الساده ازاي؟ هو عبد حبشي لما يدخل واحد مرموق صح ثقافة عليه هيعمل فيه ايه؟ هيتكبر عليه. هو بقى زي بيعمل كده، هو عنده جوه بيغلي لانه عارف ايه النقص اللي فيه ظاهر، والتاني متكلم وده مش عارف يعمل شيء. اضربوه كيف يقف امامي وجع عينه في عيني، ده اللي بيحدث صحيح ولا لا؟ فهو يبقى ايضا معنى ذلك عبد حبشي يساوي ظلم، طغيان، انتهاك، تهليل. عبد الحبشي وايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اضربوه بصوت الغنم حتى تبعدوه عن الحق. قال ذلك: اخرجوا واظهروا فساده. وقال ذلك: قال عليكم بالسماء والارض، وان تامر عليكم عبد الحبشي اسود راسه كانه. مش ده كلام النبي؟ مش انتوا عايزين تنصروا النبي؟ مش صحيح حقيقه الامر انكم تريدون نصره دين الله جل وعلا؟ تريدون نصره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام النبي. ماذا تفعلون به؟ ما استفعلون به؟ يعني نقول هو في سؤال بيقول: طب لو تخلف الشرطان لم يصلوا لم يقيموا الصلاه وجب الخروج عليه. والحنابله تحتج بذلك على ان ترك الصلاه ايه؟ كافر في هذا الباب، بهذه المساله، لانه لا خروج الا على الكافر. لانه حديث عباده قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعه في المنشط والمكره وفي يسرنا وعسرنا وعلى اصله علينا والا ننازع الامر اهلا. هنا السمع والطاعه له حق من الخروج عليه والفساد عليه، لان بذلك سيكون الفساد العظيم. قف القانعين الخاضعين المستكينين المنبطحين الحافظين وكذا. تعال بقى يا اسد الغاب، يا اهل الجهاد، يا اهل الرفعه ونصره الدين، من التسعين الى اليوم ماذا فعلت؟ مش انتم اسد غاب واحنا اصحاب كنبه واحنا القانعين الخاضعين العملاء؟ خلينا كما قلت نسامح ورب العزه نسامح، نعلم صدق النوايا وطلب نصره الدين. انتم تراجعنا نحن وتقدمتم انتم، ماذا فعلتم للدنيا؟ ماذا فعلتم لدنيا الناس حتى هنا؟ ماذا فعلتم من التسعينات؟ الجزائر تتكلم، الجزائر من التسعين تتكلم، علي بن حاتم وغيره، الجزائر تتكلم. ماذا حدث في الجزائر؟ ماذا حدث لدمائنا التي سالت والدموع التي انهمرت على اخواننا هناك بالجرأة العاتية من فرنسا تدخلت رأسا؟ ماذا فعل أسد الغاب؟ ماذا فعل؟ والدعوة ماذا حدث فيها بعد ذلك؟ ماذا حدث؟ بالله أنبئوني ماذا فعل؟ الجزائر تنطق، الجزائر الصامتة تتكلم، ماذا حدث فيها بعد ذلك؟ من التسعينات وإحنا يعني شب أوار النار هنا، النار شبت وتمستغت فينا جميعا. ما الذي أفادونا فيه دينا ودنيا؟ طلعتم ثورات على ما قلتم وثورات عارمة صح، ولا بد من موجة التغيير، ممتاز. ما غيرتم؟ ما الذي فعلتموه؟ ما الذي كان عندنا الآن؟ إخواننا في ليبيا ما الذي فيهم الآن؟ التبس الحق بالباطل ودخل رجل يقول لك أنا صاحب دين، وبعدين طلع مجموعة الجهلة يقولون ومعه الجهاد في سبيل الله. على من؟ على المسلم. مسلم يقتل مسلم، مسلم يقتل مسلم. حدث ايش؟ الدماء سالت، الاعراض انتهجت، ظلم بين على كثير من الشباب. هذه المساله بيننا وبين ربنا. شباب اينع من الثمار التي تراها تزهو في عينك اينعت، شباب قتلوا، شباب كثير منهم في السجن الان، وهؤلاء السواعد النهضه لهذه الامه، البنى الصحيح. الشباب اين هم؟ النساء ايضا اخواتنا واعراضنا اين هن؟ ما الذي حدث للجميع؟ ماذا فعلتم؟ ما
ما الفائدة مما فعلتموه؟ ما الفائدة؟ أي ديانة تحكم في هذا الباب؟ ثم بعد ذلك المعارض خانع، المعارض خادع، المعارض منبطح، المعارض جاهل ابن جاهلة، مش جاهل فقط، أم جاهلة لأنها حملت في بطن، حملته في بطن الأب. ما الذي يحدث؟ مفاسد أعظم مما تكون، أعظم مما تكون. بعد ذلك حصل التشرذم اللي احنا فيه الآن، حدث التشرذم اللي احنا فيه، والسب والشد واتهامات مترامية. يا خارجي يا مرجئي، كله حافظ ليه؟ كله واقف على شجرة عارف اللي هو خارجي، دي شجرة الخارجي، خليه هو فيها. وبعدين شجرة الخارجي عارف انه مقابله شجرة تانية، شجرة مين؟ انت تقول هو خارج، يقول لك انتم مرجئين. سروري يا حزيني، فاهم؟ كلها شجرة امام شجرة، وكله تغليف وتعليب، مسألة تبديع المخالف على خطوة اهل البدعة. ماذا فعلت؟ ولو قلنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلنا، انتم يعني انتم اتقى من الصحابه؟ هو كان في اظلم من ابن الظالم ابن الظالمه؟ ها ابن الظالمه الحجاج بن يوسف الصقفي، في حد كتب كلاما مثل كلام الذهب ويقول وهذا الرجل له حسنات؟ صح، اعجم القران، في فتوحات ولا مش فتوحات؟ في ظالم وفي فتوحات ولا مش فتوحات؟ فتوحات. قال وهذه الحسنات تغمر في بحر حسنات، ونتقرب الى الله ببغض هذا، هذه الحسنات تغمر مع السيئات، ونتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. ابن عمر خرج عليه، ابن عمر هيجي الناس الخروج عليه، في بقى اعظم من الحجاج؟ بالله قولوا لي في اعظم منه؟ دخل العراق ماذا قال؟ العراق تنادي الان، ارى ثمار القضيه، اي نعم، اوان ايه؟ انا قطافها، الرؤوس لازم تتشال، وما فيش حد بيخلف، اي حد بيخلفه فهو في عداد الذين يقرؤون عليه سورة ياسين عشان تخرج الروح بسبب صبره. ده كان هذا الحجاج. صحيح أبو هريرة في عصر الحجاج ضرب على قفاه، أبو هريرة سيد الناس وسيد المحدثين ضرب على قفاه، أنس أهين في عصر الحجاج، ابن عمر قتله الحجاج، وابن عمر قال له، قال له من قتل؟ قال أنت قتلتني لما أبحت رماح تكون في العالم، قتلت أنت قتلتني. هل وجدنا هؤلاء الفقهاء النبلاء؟ يبقى ماذا يقال بقى في الفقهاء النبلاء؟ ماذا يقال في ابن عمر الذي جمع أولاده وقال ليزيد بيعة في أعناقنا، وإياكم أن أرى منكم أحد يخلع بيعته عن رقبة. ابن عمر بقى هيصنف فين بقى يا أصحاب دوري مي فصول فيه؟ أصحاب الكيبورد والبرنيطة المقلوبة والقلم اللي في بيعملوا ازاي هاد؟ ما تسويش برنيطة انا عنك اه ودي خير ودي خير بقى، فاهم؟ الخانعين عملاء المنافقين وده اللي عندهم، ده اللي عايشين فيه، فاهم؟ ابن عمر بس ايه بقى القلم كده اعدله اهو واعمل التخيل هكذا وتعالى صاحب الكيبورد قول لي ابن عمر ماذا تقول فيه؟ كيف لي وصف لي شرعا ابن عمر فيما فعل، خانع ليزيد، خاضع منبطح ليزيد، أبو هريرة كان من الخانعين للحجاج، أبو هريرة كان من الخاضعين للحجاج. أجيبوني بالله عليكم، أجيبوني. المأمون كان أظلم الناس في العباس، في الخلافة العباسية، ها؟ قالوا لك ابن عمر خاضع وسبوا الصحابة، هو ده النهاية، ده اللي احنا نقوله الآن. المسألة من خالفني مسبوب مسبوب، من خالفني معتوه معتوه، وقال لك يستاهلوا يستاهلوا اللي يستاهلوا، ان لله وان اليه راجعون. شوف هو الراجل، بص شوف على مشارف، شوف على مشارف يخرج من النار من الاسلام لما مستهزئ بالحديث. هو هذا يا رجل، مش دخلنا الاخ بتاع التحرير وقال لي انت لسه في الحيط والنفاس؟ ها؟ قال ابوهم لرسول الله لا ده جدهم الاصيل، هو جدهم الاصيل قال للنبي ده، قال له اعدف انها قسمه لا يرضيها وجه الله. يا عم واعمامهم لزم اعمامهم الاحباب دخلوا على الصلاه كفروا، وقالوا اما الخلافه واما دمك، وقد ترك دمه لله. رايتم هنا عيون مقاصد الشريعه تتحكم في هذا الباب، اكانوا خاضعين؟ يبقى اذا نقول من هذا الباب ايضا تقديم السمع والطاعه، طبعا السمع والطاعه قيد، والا فولات الامور فيهم طرفان ووسط الحمد لله، طرفان
طرف التفسيق والتبديع والتكفير والخروج والأمر بالخروج، طرف الفرقة الضالة، وفرقة أخرى ضالة أيضا يقولون الولي الأمر لو خرج على 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 مسامع الناس ولا ناس وزلمة من كشان ولي الأمر في كل حاجة حق له كل مسامع هو شو ولي أمرنا سمع عنه وطاع وطلع مخبول مهبول يعني مفتون مقفون بئيس تعيس لما قال له الرجل مع ان الاثنين تعساء الاثنين اغبياء لكن هو طلع قال له طب يعني لو حل الخمر يعني ايش الخمر يا ابني شو الامر يبقى يسوعد هي الخمر حلال انت ما كنتش مصدق ان في حد ياخد هذا الكلام فجاه اتى لي بالمقطع والمقطع موجود وقال له هكذا يعني اصلا لو هو حل الخمر يبقى سمع وطاع سمع وطاع في ايه سمع وطاع ايش ده اصلا ولي الامر سمع وطاع له مقيده بسلاسل محكمه ان تكون تابع. قال أبو بكر هو اللي أسسها لنا بعد الآية ليعلمنا إياها أطيعوني قال وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيه. يبقى عندما يأمرني معصية لا والله لا سمع ولا طاعة لكننا لا نفسد ولا ننزع يدا من طاعة ولا نفسد لكن نقول لا يمكن أن نطيع في معصية إلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عندنا طرفان طرف غلو الخروج والتفسيق والتبديع وما فيش حكم بغير ما انزل الله وانتم بتعتبرونه سينا ولي امر يا ابني ده الله اللي اعتبره انت ما انتش فاهم انت ما انتش عارف حتى ولي الامر كيف بيعيط انت جاهل انت ماسك القلم وعوجه ها هو هنا اللي انت اللي بتعمله ما انتش ما جاء لم تجسوا على الركب لتتعلم وطائفه اخرى ايه بقى الطائفه ايه اللي هي المجموعه الراقيه ها نفس الامر هكذا يبقى هنا خوارج ومرجئه والاثنين اخطاوا في حق ولي الامر هؤلاء اضعوا حقه واضعوا وارادوا معاداه هيبته وخروج الناس عليه وفساد الدنيا باسره كما حدث من التسعين وما زلنا نعلن ونكتب الجزائر اين اكتب كده فوق كده الجزائر الصامته عايزين نتكلم من يوم التسعينات ماذا فعلتم وصلتم لسده الحكم التسعينات الجزائر تتكلم والسعيد من وعد بغيره اللبيب ما يبدأش من أول ما بدأوا يبدأ من حيث انتهوا من حيث انتهى القوم وقوم بعيد تاني يقول لك المنظر ده عجبني لا المنظر ده عجبني خليه بالألوان كان أبيض وأسود خليه بالألوان المنظر عجبني لا أبيض وأسود خليه بالألوان الجزائر تتكلم الجزائر الصامتة من التسعينات هذه نبراس وبعد كده الطائفة الأخرى طائفة جعلت ولي الأمر كأنه صنم يعبد من دون الله جل في علاه سمع وطاعة في كل شيء وإرضاء بكل شيء هذا ما يصح وإحنا من وين وإحنا بندعو له اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللي تدل على الحق وتعينه إيه؟ عليه لأنه قد يصيب ويجدر ويخطئ هذه أيضا في مسائل المصالح والمفاسد في هذا الباب بيع الأرض ببخس مصلحة لدرء مفسدة القتل والسلب ودي بقى معروفه بان الناس الوجهاء اللي هم الكبراء وراجل عنده مزارع كبيره جدا 1000 فدان وفي راجل عنده يملك فدانين لكن مشكله الرجل الفدانان وين وسط كل هذه المزارع ياتي بالراحه الفدانين دول انت هترحل وعن عنقت لك بشقه جميله وعن جوزك كمان بس دول تتساب وتمشي وطبعا انا بص اول ما سمع عن جوازك نادر فرح قال ليتني صاحب الفدانين فيقال له لا انا اريدها يعني انا ساتنزل لاجيب لان دي براءه سحتي امام الله سامي بيقول لشيخنا وان كان الامر مجرما خائنا اقول لك كان كافرا ام لا هذه الاجابه بتاعتي هتالي قل لي كافرا اقول لك لا سمع ولا طاعه ولا بد من الخروج عند القول كان كما تصف أنت وكان مسلما وجب السماء والطاعة إلا في الخيانة وإلا في الإجابة لا تسمع ولا تطيع لكن وجب أن تؤدي حقه وتسمع وتطيع درءا لكل ما فسد قلت لك الشافعي قال تعطي الكافرة الجزية المال يعني تعطي مال درءا للمفسد العظمى سمحت من البيض طب أنت بقى لو وجدت على الوصل خرجت وخرج وإيش اللي بيحدث السجون هتمتلئ والدماء هتراق والأموال ستؤخذ وتنتهك الأعراض وشيء مجرب وممارس ليس محدثا فتعلموا رحمكم الله
ونحن ما نريد ذلك إلا براءة للساحة، والله العظيم ما أردناها إلا ديانة، والله ولي القلب وولي الأمر وهو على كل شيء قدير. لو كان قل لي فقط كافر أقول لك تعال، إن كنت من العلماء المجتهدين وكفرت وعندك الدليل سمعت وطعت وأنا وراك، وسأقول للناس الكافر ولا يسكت عنه. إن كنت لا تفقه وأنت تقول ده كافر، ده كان بيشرب الشمال، ده كافر ده كان بيشرب الشمال، إيه ده؟ ده دخل البيت تسلم على المذيع، يا كافر بتسلم على المذيع؟ أقول لك أنت إيه؟ أنت عنبر 25 من كتفي، فأنت تجلس وتراحنا وتراح الأمة منك. كافر يبقى عندك علم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من قال لأخيه يا كافر فقط، لما قطب على الولاة لأنه سيشوش على الولاة في هذا الباب، وإيش قال؟ إل ولا المنازع الأمر أهله إلا أن تروا أكمله؟ وش قال وش قال كفرا إيش؟ ده مش كفرا بس، لا ده أتى بتقييد وصف منطبق، كفرا بواحا لكم فيه من الله بطل. لما تأتي بالمسائل مختلفة فيها مسائل يعتريها ما يعتريها وتكفر أنت رجل صاحبها هوى، وأنت ستفسد أعظم مما تصلح. سننكر عليه ما وقع فيه إنكارا بأي طريقة ما دون الخروج ودون الإفساد. أما إذا كفر لا كرامة ولا وقوف، لا كرامة ولا وقوف. ها هنا الآن ممكن يأتيك متسلط طبعا كبير يقول لك الأرض، الأرض ممكن فدنان بمليون، هو أعطاك مليون وعشر، أنت مش ما تريد تبيع لكن ماذا تفعل؟ هنا نقول يقبل بالإكرارين الكرام، يقبل بهذه المصلحة دون مفسدة، أنه إن لم يفعل سيضيق عليه حتى يلبس تهمة أو يقتل أو يحدث ما يحدث وتحرق الأرض، لما خسر كل شيء. فنقول له هنا من الفقه بيع الأرض وارحل والله يخلف عليك خير. رد الطرف عن الاختلافات، وإن كان فيها الإنكار للمناصحة، رد الطرف عليها للائتلاف والوفاق والاتحاد. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، بشرط أن يكون أصل الاجتماع لا يخالف قضية الكون الكبرى، توحيد الله قبل توحيد الكلمة، والالتفاف على السنة وعلى المسائل المختلفة فيها ما دامت السنة تحويها، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق. عامة كما قلنا الخروج عن الأمور لا يجوز إلا فيها المصلحة الكبرى تمس ذلك الإكراه. وهنا الرجل قال في هذه المسألة وهي من المصالح مسألة أن المرأة تكون على دي شرحناها الحجر على السفينة، وقال والحجر على السفينة في هذا الباب نعم لمصلحة الكبرى، والمصلحة هنا هو إيه؟ حفظ ماله ومال الورث. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.